موقع أنا السلفي فرحه وسروره وابتهاجه. الفرح والسرور مفيش حاجة تفرحه قد فرحه بالله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فرحه قربه من ربنا، فرحه بعبادته، فرحه وسروره بركعتين أرحنا بها يا بلال وجعلت قرة عيني في الصلاة، فرحه وسروره بآية يقرأها، فرحه وسروره بيوم يصوم للصائم فرحتان يفرحهما. ففرحه بعبادة الله، فالفرح والسرور بالله والابتهاج به شدة الابتهاج دي معناه شدة الفرح. وإلا فالناس بيفرحوا على إيه؟ على 5 جنيه، على 100 جنيه، أقول لكم نزود شوية على 1,000,000 جنيه، يبقى فرحان قوي. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد.